السلام عليكم. إذا كنتي من الناس اللي تعانوا من تشقق ديال الشفتين في البرد، فهذا الفيديو موجه لك. ضغط على زر الاشتراك وتفرج. اللي تتسبب في المشكل ديال تشقق الشفتين هو النقص ديال فيتامين B2، واليوم غنعطيكم بعض النصائح اللي يعاونوكم باش تحاربوا هذا المشكل. اولا، استعمال مرطب الشفتين اللي يكون خالي من المواد العطريه وخالي من الالوان. ثانيا، قبل ما تنعس دير واحد الطبقه ديال العسل على الشفتين ديالك وتخليهم حتى النهار الثاني. كذلك استعمال زيت الزيتون كمرطب للشفتين. كذلك التقشير ديال الشفتين باش تحيد الخلايا الميته، تاخذ واحد فرشاه الاسنان دير فيها شويه ديال زيت العود وشويه ديال السكر وتحك هذه المنطقه برقه. وبالنسبه للنساء، قبل ما يديروا احمر الشفاه ضروري يديروا شي كريم مرطب على الشفتين. واخيرا، تناول الاسماك والبروكلي لانهم تعاونوا في تجدد الخلايا ديال الشفتين. في امان الله.